السلام عليكم، كيفكم شباب؟ ان شاء الله بخير. رجعنا لكم مقطع جديد بلعبه محاكي الدليفري عن طريق الموتورات، واسم اللعبه بروجيدو جراو. اللعبه يا جماعه الخير بتنزل على الاندرويد، ورابط تحميلها بتلاقوه اسم المقطع بصندوق الوصف. اللعبه يا جماعه الخير ما فيها غير اللغه البرازيليه، ما بعرف ليش. طبعا فيها اونلاين وفيها اوفلاين. على مبدا اللعبه اللي نزلتها سابقا كمان كانت موتورات وبسكليتات وهيك، فان شاء الله تعجبكم. حبيت اجربها هيك، فيعني في ناس بحبوا الموتورات وكذا، فقلت لحالي يمكن تزبط معكم. طبعا يا جماعه قيمونا اللعبه من 10، وقبل ما ابدا المقطع صلى على رسول الله محمد عليه الصلاه والسلام، ولا تنسوا من لايك شير وتفضل تزل صوتكم كل جديد، ولا تنسوا الدعاء لاخواننا في غزه اهم شيء. والله يا جماعه بترككم هالمقطع ومشاهده ممتعه. طيب يا جماعه، نحن في الواجهه الرئيسيه رح نروح لثالث قسم مثل ما شايفين. من هون بتختار الموتور اللي بدك اياه، بتشاهد اعلان وبيعطوك اياه. في موتورات كثير مثل ما شايفين. انا افكر نختارنا هيك شيء موتور يكون حلو. شو رايكم بهذا؟ بس بدنا واحد غيره. هذا والله مبينته حلو، شو رايكم؟ نضغط عليه. طبعا في عنا القسم الاول هو الاوفلاين، القسم الثاني الاونلاين. راح ندخل نحن على الاوفلاين. دخلنا مثل ما شايفين، حلو. في عنا الواجهه الرئيسيه هون. هذا الزر على الطرف اليسار بتصير بتطلع صوت هيك. هذا الفريم بترجع لورا، وهذا بتشب الموتور فيه يمكن. اوف، جبنا العيد معلم، قلبناه راح تالف. طيب هون شو في عنا؟ الواحد اثنين ثلاثه، شو هدول يا ترى؟ ما بعرف اللي هو. خلينا نفتح الموبايل. في عنا هون برنامج بتضغط عليه بيورجيك الطلبات اللي بدك توصلها. مثلا رح نوصل نحن بيتزا، نختارها، بتضغط على الزر الاخضر وهيك بيعطونا الحقيبة، بتسكر الموبايل وبنروح نلحق المكان عن طريق مثل ما شايفين عن طريق الخريطة. الله يستر ما نعملنا شي حادث. خلينا نختار وضعية الموتور. هاي الكاميرا حلوة مبينة، شايفين؟ هدي هدي هدي، ويلي 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 ويلي. لف 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 لف. ايوه يا والله سواقه الموتور صعبه يا جماعه. انا بالحقيقه ما بحب الموتورات صراحه، يعني بحسهم كثير ضارين صراحه. حلو، وصلنا لهون. لك اف 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 اف، ما بيوقف يا جماعه، ما بيوقف يا جماعه. طيب وقفنا واعطيناه هون الطلبيه مثل ما شايفين. لا والله يمكن اخذناها ولا وصلناها، بس في شيء عملناه غالبا. طيب ايه، راح نرجع نرجع من هون يعني. ما شايفين يا ويلي، سواقته صعبه يا جماعه. طيب راح نروح من على اليمين. في عنا مكان محددين على الخريطه. اوف، كنا عملنا حادث. في محددين على الخريطة إشارة علم، فشو هي هي؟ يا ترى رح نروح مثلا نوصل الطلبية هنيك ولا إيش؟ ها، وصلنا لهون، هذا هو المكان يلي رح نعطيهم الطلب مثل ما شايفين. رح نرجع ندخل على البنك، أعطونا 90.77 دولار مثل ما شايفين قدامكم. فبهالشكل هاد بتروح توصل طلبيات. طبعا اللعبة يمكن تلاقوها تسليكية، يمكن حلوة يمكن لا، ما بعرف. فحبيت انزلكم اياها شلون من كان، اعتبروها يا اخي تسلاي. تمام، رح نرجع للقائمة الرئيسية وندخل على الاونلاين، نشوف الاونلاين كيف يعني كيف وضعه كذا. مثلا اول ما ندخل لهون شو بنعمل يا ترى؟ نضغط هون. هون بتعمل سيرفر خاص فيك وكذا. طيب بدنا شي سيرفر يكون موجود، ضغط هيك. ها مثل ما شايفين حدثنا الصفحة، طلعوا لنا هون. اوف، في عنا هون اربع اشخاص بروم مؤلفه من ست اشخاص. اذا دخلنا عليها بيدخلونا يا ترى؟ والله ما بعرف يا جماعه كيف رح ندخل هون. ما بعرف كيف ادخل بالاونلاين، بس غالبا رح نعمل روم نحن خاصه فينا. نكتب اي اس جي ام بهالشكل هاد ونضغط بهالشكل. يا ترى رح يدخلونا؟ حلو، دخلونا بروم. ورجينا لنشوف. ياب، كم واحد دخل يا جماعة الخير. اوووه، طلع، شايفين؟ جماعة الموتورات، هي اللعبة لألكن. فمثل ما شفتوا يا جماعة الخير بهالطريقة هي بتدخلوا في الأونلاين مع أصحابكم. إن شاء الله تكون عجبتكم اللعبة. طبعا إذا ما عجبتك حاول تنتقد بشكل يعني جميل، ما يكون هيك فيه تجريح وكذا. يعني في ناس بنتقدوا بشكل يعني بدي أقول لكم بشكل غبي صراحة. فتحياتي لكم، لا تنسوا الصلاة على النبي، ولا تنسوا من اللايك شير وتفضلوا تصبحوا من كل جديد، واهم شيء لا تستوا على اخواننا في غزة. وبترككم بامان الله وسلام.